ينعقد اللسان عند ذكر العظماء ويرجف القلم في محضر الأستاذ، كأني أعود إلى مقعد الدراسة أصغي جيدا إلى درر الكلام، فيأتي الصدر مبتسما بتعاليم روح الله ويحول مقعد الدراسة إلى محراب جهاد، فتنتفض الكتب من سباتها والقلم يصبح رصاص ويلوح سيف علي في الآفاق يرشد الثائرين في مشروع القيام، فتصبح الجبة هي القيادة والنفس لا ترضى إلا بالشهادة حتى يندمج لون العمة بأحمر الدماء.